والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي سروري أن أكون متحدثا بينكم هذا اليوم، كما يسرني أن أقدم الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمهما وبركتهما إقامة هذا المنتدى المهم، ونتوجه بخاص الشكر والتقدير لحكومة جمهورية مصر العربية مسؤولين ورجال أعمال على مستوى الحضور لأعمال هذا المنتدى، وكذلك الحضور السعودي المتميز في أعمال هذا المنتدى والذي يعقد في ظل آمال كبيرة لتوزيع الاعتماد التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. الإخوة والأخوات الحضور، لقد حظيت العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر العربية بأهمية كبيرة منذ زمن بعيد يصعب حصرها في هذه الكلمات البسيطة، وتبول ثمرات هذه العلاقات بزيارات رسمية المتبادلة بين الطرفين على أعلى المستويات، حيث يتمتع البلدين بعلاقة تاريخية عميقة الجذور وبعيدة المدى، وزيارات منتظمة من قبل كبار المسؤولين من كلا الطرفين تعزز هذه العلاقة على الدوام، والتي توجد أخيرا بالزيارة الميمونة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتم خلالها التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مذكرات التفاهم التي تصب في خدمة هذه البلدين وتسعى للرقي بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بإذن الله تعالى. وكان توجه خادم الحرمين الشريفين بإعلانه يحفظه الله عن إقامة جسر الملك سلمان، والذي سيكون من شأنه الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادل التجاري وكذلك السياسي بين البلدين إلى أكبر ومراحل غير مسبوقة.